في عنا بليت. البليت هاي رح احط الدايمنشن تبعت اللي عملناه في البليت، صممناها بهذا الشكل. جبنا هون حطينا زي تيوب او سلندر. السلندر رح يطلع منه شافت من هون، والشافت هذا رح اعمل له كابلينج في محرك. زي ما حكيت في الحاله الحقيقيه انا بتوقع احتمال ضعيف يكون، احتمال يكون اكثر اندكشن موتور مثلا او دي سي موتور مع ليمت سويتشز حسب، او اذا كان البروفايل مهم واذا كان السرعه مهمه بكون بيحتمل المحرك، رح نطلع على المحركات. بس احنا رح نفترض هون انه احنا لسبب معين اخترنا ستيبر موتور، وستيبر موتور هذا عملنا له لينكينج كابلينج مع هذا الشافت، وبعدين ركبنا على هذا الشافت بليت. وهي البليت هاي لها ثيكنس، وانا عاملها هون سوليد ومن ميتال، طبعا مش شرط هي تكون، ممكن تكون من اي شيء. وعندي هون الدايمنشنز تبعتها مثلا، هون انا بالحاله هاي ماخذ هاي 30 ملم صغيره، يمكن هي نسبيا حجمها بالنسبه للتطبيق اللي حكينا عنه. هون عندي هون 600 ملم، والثيكنس تبعتها هون 10 ملم بس. هاي البليت هون رح نهمل الدايمتر تبع هاي القطعه اللي موجوده هون كانيرشا، وبعدين رح ناخذ بعين الاعتبار مثلا هلا احد الاشياء اللي بدنا ناخذها بعين الاعتبار الدراج، والدراج بده يساوي نص الكوفيشنت اوف دراج. الكوفيشنت اوف دراج بيعتمد على رينولد نمبر وبيعتمد على هذا هون، عشان اخذ بعين الاعتبار السائل اللي هي موجوده فيه، الفلويد الموجوده فيه. هلا عاده رح يكون هواء، بس لو سبب معين احنا استعملنا هاي الابلكيشن كانت حاطينها احنا في فلويد مثلا، راح يختلف رو، مش هيك؟ رو تبعت هذا الفلويد. فهذه عندي هون الكوفيشنت اوف دراج، عندي رو اللي هي الدنسيتي تبعت الفلويد، الاي اللي هي الافكتيف اريا، واذا بدكم راح احط هون سب اي دبل اف الافكتيف اريا عشان اتاكد انها افكتيف اللي بروجكتد اريا. واخر شيء عندي هون في سكوير اللي هي السرعه، هذا راح يعطيني الجواب بالنيوتنز، واظن انه سي دي بيطلع دايمنشنلس. يتأكدوا يعملوا دايمنشن اناليسيس، تتأكدوا انه سي دي ايش الدايمنشنز تبعتها. في عندي مترز بير سكند، راح تصير متر سكوير بير سكند سكوير. اي افكتيف راح تكون متر سكوير. رو اللي هي كيلوغرام بير كيوبيك متر، واظن انه سي دي بتذكر مره عملنا عليها اناليسيس بيطلع عندي هذا بالنيوتن هون الفورس اللي على هاي البليت. هلا هون راح نميز بين تو كيسز. التو كيسز اللي هي كيس 1 او ريكويرمنت 1. كيس 1 راح تكون هي بس عباره عن ليفتنج بلاتفورم او ريزنج، يعني ريزنج ثرو 90 ديجريز. فبس هاي البليت راح تتحرك من هذا البوزيشن لهذا البوزيشن، وطبعا الها سبيد تايم بروفايل. الكل فاهم شو يعني سبيد تايم بروفايل؟ يعني هاي ما راح تبدا بماكسيمم سبيد، راح تبدا بزيرو سبيد وراح تنتهي بزيرو سبيد، راح تبدا بزيرو اكسلريشن راح تنتهي بزيرو اكسلريشن، اوكي؟ وراح تبدا بزيرو ديسبيسمنت وتنتهي ب 90 ديجريز او باي على 2 ديسبيسمنت. الكل فاهم هاي الفكره؟ فكره عامه اللي هي فكره السبيد تايم بروفايلنج، اللي لها تطبيقات في اشياء كثيره زي الروبوتكس والاشياء الثانيه. فعندي هون سبيد تايم بروفايلنج ابليكابل. بدك تحط ترانجلر بروفايل تقدر تحط ترانجلر بروفايل، ها؟ فهذه عندي هون سبيد تايم بروفايلنج، راح يكون في بروفايل معين اجينست الزمن، وهذه هون اوميجا تي لانه عمالي بحكي عن روتيشنال اكسلريشن، وبدي هون عندي انيشال بوزيشن، انيشال بوزيشن بده يساوي 0 ديجريز، وفاينل بوزيشن بيساوي 90 ديجريز. وعندي ال الانيشال سبيد، انيشال اند فاينل سبيدز بتساوي 0 رادز بير سكند، اوكي؟ هلا اذا هلا بيعتمد انه اهملنا الجيرك او اخذنا الجيرك بعين الاعتبار كان فاينايت ولا انفاينايت جيرك، بصير عندي كمان الانيشال اكسلريشن والفاينل اكسلريشن 0، اوكي؟ ونفترض هون احنا اخذنا سبيد تايم بروفايل بسيط، فاخذت هلا ممكن اخذ سبيد تايم بروفايل مثلا اذا اخذته زي هيك، او ممكن اخذ سبيد تايم بروفايل زي هيك، اوكي؟ ايش الاختلاف الاساسي بين هدول التنين؟ الاكسلريشن نفس الاكسلريشن، الجيرك، الجيرك هون عندي انفينيت جيرك، هون عندي فاينايت جيرك. لما صار عندي هون فاينايت جيرك راح يصير الانيشال اكسلريشن 0 والفاينل اكسلريشن 0.
زيرو. هون ايش الاكسلريشن؟ مش زيرو. الفاينل اكسلريشن مش زيرو. اوكي ماشي. بغض النظر هلا في عندي هون سبيد تايم بروفايل، فراح يصير عندي سبيد تايم بروفايلنج هون، واللي بيهمني اطلعه من هذا سبيد تايم بروفايلنج عندي الاكسلريشن مهم لانه راح اعمل سايزنج عليه. اوكي هاي الكيس واحد. نطلع على كيس 2. دكتور بالحاله كده طلع الاكسلريشن بيكون مجموعه مفكر صح؟ لا بيكون في واحد مستقل. ايش معنى الاكسلريشن؟ دبل واحد. هاي هذا في جزء، في جزء من هذا خط مستقيم وفي له اكسلريشن. لانه في فتره راح امر منها هون راح يكون في عندي كونستانت، وحتى لو ما في من هون بامكانك تشوف الماكسيمم سلوب تبع هذا هو الاكسلريشن. الماكسيمم سلوب اه نعم. بس كثير بفرق في الابلكيشن. تمام هلا بهذا الابلكيشن انت شو رايك؟ شو اقتراحك؟ حسب انه كيف بدي اصعب على الحد اذا اللي على اليمين بخليه تطلع هيك اللي على الشمال بتكون طالعه بطيء وبتبطل اه بس من ناحيه امتى بلجا لليمين وامتى بلجا للشمال عاده؟ هلا هون ما عندي اشخاص تمام؟ لكن حتى كمان اذا احنا بدنا نروح هلا عاده مثلا في الروبوتكس ايش بحكي؟ كل ما خليت او بشكل عام كل ما خليت الانيشال ديريفيتيف والفاينل ديريفيتيفز زيرو عدد اكبر منهم بعطيني سموثر اوبريشن. اوكي لكن احنا بشكل عام كقاعده عامه انا بقول اذا عندي ناس بستعمل ناس بستخدم هذا اذا هذا راح يعطيني نوع من الشوك. اوكي لانه عماله الانيشال اكسلريشن مش زيرو. اوكي لكن كقاعده عامه كل ما كان الهاير ليفل كينيماتيك ديريفيتيفز انيشال وفاينل زيرو بعطيني سموثر اوبريشن. بس طبعا بتعقد الكيرف اكثر وبزيد الزمن. الزمن هذا راح حتى يقطع نفس الديستانس هذا راح يوصل قبلها. اوكي وهذا بيرجع لليوزر ريكويرمنت اه تي اليوزر ريكويرمنت راح يكون في عندي هون يوزر ريكويرمنت تي دي واضحه هون مش هيك اللي هي باي على 2 رادس مزبوط دي كيوزر ريكويرمنت محدده هون عمال بقول لي انا بدي هاي تطلع من هون لهون ممكن كان اليوزر قال لك انا بدي هاي تنزل لهون يشتغلوا فيها العمال او هذا ياخذوا منها شيء مثلا بعدين يرفعوها 180 درجه ممكن وممكن بده اياها تكون 90 درجه بدك تشوف اليوزر ريكويرمنت شو المطلوب من هون اذا هاي ستيتمنت تبعت المساله اذا هون الريكويرمنت تو موف ذا بليت باي 90 ديجريز اه دكتور نعم لو هاي مثلا اليوم نسويها لشو اسمه الشاحنات اللي بتعرف هذول تبعون الشحن مش بيكون في إلها زي بتنزل بتصير زي هوريزنتال مشان مثلا ينزلوا البضاعة نعم نعم تمام بعدين بترفع بس هم بيستخدموها هاي تمام بحركها ايوه تمام تمام نفس الفكرة نفس الفكرة مثلا على الموتور انه لما تصير 90 درجة تمام بصير بصير هذا ابلكيشن هذا ابلكيشن بس راح ايش نستخدم راح نستخدم الشمال صح؟ انا توقعي يعني من الخبرة اللي عندي المحدودة بتوقع هذا معظم هذا they don't bother with the jerk خلص برفع هاي هون اذا كانوا ما فيش اشخاص عادة لكن اذا احنا بدنا نمشي على الديزاين الصحيح طريقة الديزاين الصحيحة الاحسن يكون الانيشال والفاينل acceleration كمان زيرو والانيشال والفاينل jerk زيرو اذا بنقدر بس عادة معظم التطبيقات انا توقعي بتستعمل هذا وبتاخذ انيشال وفاينل jerk زيرو الواقع اللي بيصير في الواقع they don't bother with this الا اذا في عندي ناس زي المصعد او سياره او قطار او شيء زي هيك اه هذه هون ان انيميت اوبجكت بس بشكل عام كديزاين جيد عاده الاحسن اني ارد اخذ انيشال وفاينل اكسلريشن تكون زيرو واضح الانيشال اكسلريشن ليش زيرو هون في البدايه ايش السلوب عند النقطه هاي لهذا الكيرف قد ايش السلوب تبع هذا الكيرف عند زيرو مش زيرو اذا الانيشال اكسلريشن هون مش زيرو ولا الفاينل اكسلريشن زيرو هون الانيشال اكسلريشن زيرو والفاينل اكسلريشن زيرو الانيشال جيرك مش زيرو ولا الفاينل جيرك زيرو اذا بدي اروح على انيشال جيرك زيرو فاينل جيرك زيرو بدي ارد ادخل في الكيرف بتفصيل اكثر واعالج المعادلات فاهمين اي كان جو اس فار از اي وانت في الديريفيتيفز بدي الجيرك يصير الفاينل زيرو والانيشال زيرو راح تتعقد الامور من ناحيه واقعيه ما اظن راح نستخدم الا واحد من هذول الاثنين اوكي واذا كان في ناس لازم استخدم هذا اذا الريكويرمنت تو موف ذا بليت باي 90 ديجريز ان اي بيريد اوف تايم T according to a speed time profile to a speed time وبروفايل ولازم نتاكد كمان انه هون فيش ريستريكشن ات توب سبيد اه وهذا نتاكد منه بالمحرك لما نختار نتطلع على الكيرف ونتاكد انه المحرك هذا مناسب هاي الريكويرمنت تبعتنا من هون شو الفاكتورز اللي لازم اخذهم بعين الاعتبار
الفاكتورز لازم اخذ بعين الاعتبار ويند سبيد. ويند افكت. وهون بدخل عند المعادله هاي تبعت الدراج بدها ناخذها بعين الاعتبار. لازم اعرف الاريا تبعت البليت ولازم اعرف سرعه الرياح وال اوكي والدنسيتي موجوده عندي والشيب لازم الاريا اعرف هون الشيب واذا عندي كوفيشنت اوف دراج مثلا احطهم كوفيشنت اوف دراج مناسب للهاي ممكن ناخذه ثلث او نص حسب حسب الابلكيشن هون. اذا لازم اخذ بعين الاعتبار ويند افكت. لازم طبعا اخذ الجرافيتي بعين الاعتبار. هذا هون لما اول نقطه ما يبدا مش عليه وزن من هون وهاي الوزن راح تعطيني تورك مضروب اللي هو السنتر اوف جرافيتي تبعت هاي مضروبه في جي في ام في الراديوس هذا اللي موجود هون. بعدين على فكره هاي الجرافيتي بصير اثرها اضعف واضعف وراح از الدراج بصير اشد شيء هون لانه بتوقع الهواء يكون هيك ما بتوقع الهواء يكون هيك مظبوط عاده. فهل انت ممكن تقول انا راح اخذ اسوء حاله راح احط الجرافيتي ماكسيمم وراح احط الويند ماكسيمم بس ظبط معناها ما فيش عندي مشكله يعني انا بتوقع احتمال ضعيف عمرنا شفنا ويند زي يكون هيك بس ما بنعرف شو بصير. اوكي الويند يكون بهذا الاتجاه مثلا بس احنا انا لو بدي اصممها اي وود ايش بعمل باخذ الويند والجرافيتي مع بعض ناخذهم بعين الاعتبار. ايش بدنا نطلع من هون نطلع الاكسلريشن وناخذ هاي نحطهم هون ونحسب المعادله هاي اللي موجوده هون. اوكي وعندي هون طبعا لانه في عندي اكسلريشن لاحظوا هون في عندنا اكسلريشن مظبوط فالاكسلريشن راح ينشا عنها الفا اي تيرم. انا راح اكتبه بس هيك الفا اي انتوا فاهمين ايش قصدي الكل فاهم ايش قصدي من الفا اي انه المعادله راح يدخل فيها الفا اي لانه في اكسلريشن لانه الحاله الثانيه راح نشوف السبيد كونستانت الروتيشنال سبيد راح تصير كونستانت. نشوف الحاله الثانيه شو هي اذا هاي ريزنج ثرو 90 ديجريز هاي الحاله الاولى. الحاله الثانيه روتيتنج ات كونستانت سبيد إذن هون ايش المطلوب؟ هون المطلوب انه هاي البليت في عندي ابلكيشن بدي اضل الفها على 90 درجة مستمرة. اضل الفها على كونستنت سبيد باستمرار. فعندي هون اوميجا رادز بير سكند او ان ار بي ام كونستنت روتيشنال سبيد. ايش الفاكتورز اللي لازم هلا فوق فيش عندي سبيد تايم بروفايلنج راح افترض انه الانيشال اكسلريشن صارت ما راح اهتم فيها كثير يعني هاي راح اعتبرها ستارتنج خلص عملت له ستارتنج شغلته ما راح اهتم هلا اكثر بالعمليه اللي بتصير هو عماله بيعمل روتيتنج ات كونستنت سبيد. ايش هلا بدي اخذ بعين الاعتبار هلا هون لاحظوا كمان من سبيد تور كيرف هون لما بتطلع طبعا بالسبيد تور كيرف تبع ستيبر موتور بدي اطلع نفس الشيء زي ما بتطلع هون على النقطه هاي نفس الشيء من هاي الناحيه ما في اختلاف. مين السرعة اللي باخذها هون؟ أي سرعة راح آخذ هون؟ إيش السرعة؟ أعلى سرعة أعلى سرعة، لازم آخذ أسوأ حالة، لازم آخذ أعلى. هون السبيد أصلاً كونستانت، فراح يكون عندي نقطة، فراح يكون عندي نقطة هون ونقطة هون بنفس الطريقة ونفس السرعة. شو الفاكتورز راح آخذهم بعين الاعتبار؟ راح ناخذ الويند بنفس الطريقة. وراح آخذ الجرافيتي بنفس الطريقة، بس هون عندي ألفا آي ما فيش عندي الفا اي تيرم لانه انا هون اصلا ماشي ات كونستنت سبيد فراح اعتبر انه هذه هون بهمني هلا انا اني واصل للسرعه هاي راح احسب هدول الاثنين الويند افكت والجرافيتي بالحاله هاي. من وين الانيرش راح تيجي عندي؟ بالحاله هاي عندي هون اي مش هيك؟ وين اي راح تيجي عندي؟ هي اللي هي هاي البليت وين الاكسس اللي هي بتلف حوالين؟ وهذا الاكسس اللي موجود هون اوكي ماشي واضح هاي اخذتوا الانيرش مش هيك؟